واحد بيقول تعرفت على فتاة تعمل في مصلحة البريد، فطلبت من الله أن يعطيني علامة إذا كانت من نصيبي، فرأيت السيدة العذراء هيئة نورانية بتهنيني، فهل هذه علامة من الله أم خدعة من الشيطان؟ أنا طبعا ما حبش إن ارتباطك واحدة يكون سببها رؤى أو حاجات من نوعها، إنما يكون اقتناع منك بأنها تصلح لحياتك وأنكم تعيشوا مع بعض حياة سعيدة. أما حكاية رؤية العذراء وهيئة نورانية بتهنيني، معرفش طبعا جت منين الحكاية دي. هل دي أول مرة فيها تظهر لك العذراء ولا بس المرة دي؟ وكان الكلام ده في أحلام ولا كنت وأنت صاحي؟